أسرع وصفة لتطويل الرموش والحواجب وتتقيلها، وكمان طلوع الفراغات اللي في الحواجب. بذور الكتان تحتوي على أحماض الألوميغا 3 وفيتامين 5 والمغنيسيوم اللي تعزز نمو الشعراية، وكمان بتخلي شكل الحواجب كثيفة وسريعة. كمان من أحلى الحاجات إنها طبيعية 100%، غير كده كمان انها مفيدة جدا للرموش والحواجب، وكمان بترطبها وتغذيها، وكمان بتقوي البصيلة بتاعت الرموش بجد، وبتصلح الرموش التلفة، وكمان مليانة بالفيتامين اي. احلى حاجة ممكن تجربيها في حياتك، جربوها تعجبكم. لايك وشير وسبسكرايب. هاخد حوالي ربع معلقة صغيرة من القرنفل، وطبعا انا قلت لكم فوائد البذور الكتان. القرنفل ليه فوائد حلوه جدا في تقويه البصيله بتاعه الشعر، وكمان بيطول الشعر جدا، خصوصا لو احنا عندنا فراغات في حواجبنا. الشعر بتاع الرموش ما بيطولش بسرعه، خفيف جدا وما بيبقاش حامي خالص، لان انا مش واخده كتير. انا واخده كام واحده كده، يعني ممكن 10 وحدات مش اكتر. فهنا انا هحاول ان انا اخليهم 10 وحدات، لان الكميه اللي انا هعملها مش هتبقى كتير، فهم يعني دول كفايه. وهضيف عليها معلقة بالشكل ده من بذور الكتان، التحفة الرهيبة بجد، خطيرة جدا. وهبدأ أضيف كمان عليها معلقة من المكون الجبار اللي هو إكليل الجبل أو الروزميري. عايز أقولك إكليل الجبل أو الروزميري للناس اللي بصوا، الخلطة دي تنفع الأول للشعر، تنفع للرموش، وتنفع للحواجب. يعني انت لو حابة تعملي كمية وتعمليها لشعرك تبقى تحفة، بتطلع الفراغات وبتطلع البيبي هير، وكمان بتطول الشعر جدا. عايزة تعمليها للرموش هتبقى جميلة جدا، للرموش وللحواجب خطيرة. بس واحنا بنحط بحذر شوية، لان العين والحواجب فبتتحط بحذر شوية. يعني لما تيجي تحطي على الرموش تحطي على الرمش نفسه، ما تحطيش على العين او تيجي جنب العين خالص. والحواجب كذلك تحطي على الحواجب بالظبط، ما تخليهاش تسيل على العيون خالص. الروزماري من الحاجات الجميلة جدا اللي بتطول الرموش، وكمان بتتقل الرموش والحواجب، وبتطولها وبتخليها جميلة جدا جدا، وكمان بتخليها كثيفة. تمام كده، ده الثلاثي الجبار اللي هو اكليل الجبل وكمان المسمار او قرنفل، وكمان معايا بذور الكتان. الثلاث مكونات دول هم الاساسيين في تتقيل وتطويل الشعر والرموش والحواجب. تمام كده، هنا بقى هبدأ ان انا افضيهم معايا في حاجة صغيرة كده. هنا بقى شايفين هم حبة صغيرة، انا مش هحط مية كتير. بصوا المية اللي انا هحطها قد ايه، يدوبك اغطي الوصفه، ما نكترش، او ربع كوبايه من الميه. هرفعهم على نار هاديه تغلي معايا شويه كده، تنزل كل الجل بتاع بذور الكتان، وبعد كده هرجع اوريكم القوام بتاعها. هنا شلتها اهو من على النار بعد ما غليت معايا، حطيت شاشه في طبق وهبدا ان انا اصفي على طول. الخطوة دي مهمة قوي قوي، ان انت تصفي وهي سخنة جدا، عشان لو انت استنيتي انها تبرد معاكي مش هتنزل الجل بتاع بذور الكتان، بيبقى تقل خالص ومش هينزل من المصفى ولا هينزل من اي حاجة. تمام كده، فضيتها في كوباية علشان الطبق اتشرخ مني، فخلينا هنا احسن اضمن في كوباية او مج. بصوا بقى عشان كمان تشوفوا الشكل هيبقى عامل ازاي. هي بصوا ده الجل بتاعي، تمام، بصوا تحفة تحفة للرموش، وزي ما بقول لكم كمان حلوة قوي للشعر وللحواجب، جميل قوي. هضيف معايا معلقة من جل الصبار، معلقة صغيرة. جل الصبار اصلا حلوة قوي قوي للشعر وكمان لرموشك وحواجبك، من الحاجات اللي بتتقل وتكثف، وكمان بتدي ترطيب وطراوة حلوة قوي للشعراية، خصوصا بقى لو للحواجب او للرموش. وكمان من الحاجات اللي بتغذي، لانه مفيد جدا جدا ومليان بالفوائد اللي بجد شعرك هيستفاد بيها، او حواجبك او رموشك. انا هنا بحاول ان انا ادوبها، بصوا الجل مش عايز يطلع حتى معايا، بصوا ازاي. فهنا انا بحاول ادوبه كويس.
انا هنا قلبتهم كويس، هضيف بقى عليها معلقة صغيرة جدا من زيت الخروع. تمام، انا هنا بقى هقول معلومة عشان في ناس بتقول الزيوت بتجيب اكياس دهنية للعيون والرموش. هي بتجيب، مش هقولك لا، بس لو هتحط الزيت دايركت على الرموش او على الحواجب، مفيش كده، مفيش حد بيحط الزيت على طول على الرموش على طول او الحواجب. انا حطها في خلطة، فكده مش هيجرى اي حاجة ولا في اي حاجة من الكلام ده. انما لو هحط الزيت، هحط الزيت خام كده زي ما انا جايباه من العطار على الرموش على طول او الحواجب، هيحصل اكياس دهنية في الرموش والحواجب. طالما انا حطها في خلطة انسي ان يحصل حاجة زي كده خالص. تمام، انا هنا حطيت معلقة صغيرة جدا من زيت الخروع. زيت الخروع من الحاجات اللي بتتقل الرمش والحاجب، وكمان بتطوله بسرعة جدا وبتطلعه بسهولة من البصيلة. هضيف كمان معايا معلقة صغيرة جدا من زيت الثوم، كل دي معالق صغيرة. تمام، وكل ده انا حطاه في الجل بتاعي وهبدأ ان انا اقلب. اهم حاجة تقلبي كويس بقى، انا عايزة الزيت يدخل في كل الخلطة بتاعتي، مش عايزة يبقى حتة فيها زيت وحتة فيها جل او اي حاجة. بصوا كده، بصوا جمالها. هبدأ اجيب معايا اي علبة صغيرة وهبدأ افضي فيها الجل بتاعي. طبعا اهم حاجة تكون العلبة بغطا وتكون مغطياها كويس، وهحط عليها كده 3 وحدات او 4 بقى حسب راحتك انتي من اللي هو القرنفل. بصوا الجمال، بصوا تحفة 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 يعني، بصوا الجمال. شايفين الجل؟ طبعا لسه لما تسيبيه كمان هيتقل اكتر ويبقى احلى، استخدامه كمان سهل جدا جدا جدا. بصوا شايفين تحفة، الجل عموما خفيف زي ما انتوا شايفين كده، مش تقيل ولا هيكتل معاكي ولا اي حاجة، مجرد ان انا اسرح بيه حواجبي او رموشي كده بطريقة خفيفة. بصوا هو خفيف خالص، عامل زي المية بجد، السيرم تحفة 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 للرموش وللحواجب، حلوة قوي قوي. وكمان اقدر ان انا استخدمه للشعر، ببدأ ان انا اعمل كمية كبيرة واحطه على فروة الراس واعمل حركات مساج لفروة الراس كلها، وبعد كده ببدأ الف شعري كحكة والبس كيس بونيه، وممكن اسيبه 2 3 ساعات وبعد كده اغسله. بجد رهيب جدا للشعر وللرموش وللحواجب، بجد جربوه هيعجبكم قوي قوي قوي. لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول. باي باي.